فرض الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم 50 صلاة، فلما فرضت عليه الصلوات مر بموسى فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم موسى بأن الصلاة قد فرضت عليه 50، فقال موسى عليه الصلاة والسلام: هذا من باب الشفقة منه عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة. قال له: لقد عالجت بني إسرائيل، عد إلى ربك فاسأله التأخير. يقول ابن حجر رحمه الله: هذا يدل على أن حصول الشيء بالتجربة أفضل من حصوله بالعلم الكثير، لأن موسى عليه الصلاة والسلام جرب بني إسرائيل، فعاد النبي عليه الصلاة والسلام حتى خفف الله عز وجل عليه الصلوات، وكلما عاد إلى موسى قال له موسى: عد إلى ربك فاسأله التخفيف، إلى المرة التاسعة. قال بعد التاسعة: إن استحيت من ربي. ما ورد أنه عليه الصلاة والسلام امتنع من أن يعود عند الخامسة فليس صحيح، إنما لما مضت المرة التاسعة لما مر على موسى امتنع عليه الصلاة والسلام، فقال موسى: يا محمد، إن أمتك لا تطيق 5 صلوات. فقال: إني استحييت من ربي. ولم يعد عليه الصلاة والسلام. وما ورد أنه عاد بعدما فرضت عليه 5 صلوات فهو حديث شاذ لا يعول عليه. قال عليه الصلاة والسلام لما قال: إني استحييت من ربي، قال: ولكن أرضى وأسلم. فنادى مناد: أنقذ، أمضيت فريضتي وخففت على عبادي. قال ابن حجر: هذا من أعظم الأدلة الدالة على أن الله جل وعلا كلم النبي صلى الله عليه وسلم من غير واسطة.